هنعمل صينيه لسان عصفور بالايه بالبشاميل. تمام. طيب انا احنا هنا محمرين لسان عصفور سهله زي بالحمره الشعريه عادي جدا. وعندنا طلعنا كيس زي ما انتم عارفين من لحمه معصجه. قلت ده في رمضان مش هعصج لحمه في رمضان، احنا معصجين قد كده قبل رمضان، فخلاص معصجين لحمه هنطلعها كيس من الايه من اللحمه. خلاص عندي ايه شويه ملح شويه فلفل شويه بهارات، دول زيادات كده عشان لسان العصفور. وعندي عصير طماطم ما يكونش تقيل، يعني ده تقيل انا هخففه. وعندي شويه بشاميل مش كتير. تعالوا بقى نعمل شويه بشاميل الاول، عشان كده كده احنا عندنا ايه لا لسان العصفور سهل ومحمرين مش هضيع الحلقه عليه. تعصيجه اللحمه عادي ببصل وكده وسمنه وعصجناها عصجناها مليون مره. تعالوا بقى نعمل شويه بشاميل. بشاميل مش كتير، انا هحط الوش بس الايه، هنحط هنا معلقه سمنه وعليها انا ممكن اعمل كوبايتين لبن بس كفايه قوي، او كوبايه لبن كوبايه ميه يجوز. طب هنوفر اللبن عشان ايه نعملها كوبايه لبن كوبايه ميه. عايز تحطي كوبايتين اللبن حطي كوبايتين اللبن شيء يرجع لك. فهنحط هنا معلقه دقيق كبيره وحمرها كده في ايه معلقه السمنه. ماشي، اشم ريحه الدقيق بس. اروح حاطه كوبايه اللبن وكوبايه الميه واتبلها. تبليها بقى بمكعب مرق، تبليها بشويه ملح وفلفل اللي انت عايزاه. شويه كده احس ان الدقيق استوى، هنزل كوبايه من اللبن وكوبايه من الميه. حلو قوي كده قوي، مش لازم تبقى كلها لبن، بس اللي حابب يضيفها كلها لبن يضيفها كلها لبن. سنه فلفل اسود بسيطه، سنه ملح بسيطه عشان احط مكعب مرق عشان يديني بهارات حلوه. ونقلب فيها لغايه ما ايه تجمد. بسم الله. ونقلب بقى نقلب كده. خلاص البشاميل اللي غلي خلاص، انا هحط له بيضايه بس هحط له كمان شويه يهدى كده شويه، واحط له بيضه بدل الجبنه لو هتحطي عشان تحمر وش بس البشاميل. فلو انت عايزه تحطي جبنه حطي جبنه يعني مفيش مشكله، بس احسن لما تهدى حبه. خلينا لما تهدى حبه كده اكمل دي، اكمل راس الصينيه. عندنا هنا بقى لسان العصفور، هنحط هنا لسان العصفور. انا حاطه هنا دول حوالي نص كيلو لسان عصفور، مش هحطهم انا كده كده بحمر كتير عشان الشوربه. فانا ايه زي ما احنا اتعودنا كده وحمرنا شعريه ولسان عصفور والكلام ده كده، بخدت منهم حوالي نص كيلو اللي هم ايه كوبايتين. هحط عليهم عصير طماطم ما يكونش تقيل، ده تقيل فانا خففه بميه، فهزود كده بس كده بعدين احط له ميه. تمام، نجيب ميه واغطي لسان العصفور كويس. اهو حلو كده، يعني فوق لسان العصفور بعقله هيطلع مفلفل وحلو. واظبط برضو ايه ملح وفلفل كده بتاعه. هو كده كده في ماده دهنيه بتاعته، انا محمره لسان العصفور في سمنه او في زيت، فايه خلاص مش محتاجه حاجه تاني. واقلبها، ممكن احطها برضو مكعب مرق بيخليها طعمه. واقلبها واللحمه المعصجه عندي اهي، احطها على وشها. بخليكم ممكن من غير، على فكره ممكن من غير لحمه بس ايه زي بعضه عشان رمضان كده والدلع اللي احنا فيه ده. بس وانتم طيبين،
نحط شويه لحمه كده ايه على وش، لان دي تنفع وجبه متكامله. ونحط على وشها بقى ايه بشاميل، بس لما احط له البيضايه هو خلاص كده اتهوى شويه. بسم الله الرحمن الرحيم.